شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه المرة اللي فاتت كريتنا الكنترولر وشفنا الدنيا ماشية ازاي، عملنا تيستينج في المين بيج وعملنا كمان تيستينج على البروفايل وشفنا الدنيا بتاعتنا ماشية ازاي. الفيديو ده عاوزين بس نحل الايرور اللي ظاهر ده، تمام؟ مفيش مشكلة نحله عشان برضه ما يكونش في ايرور في الايه، في الابلكيشن بتاعي. وقلت لك ان الايرور ده مش ايرور انه يوقف ان البروجكت بتاعك يشتغل، لا ده ايرور بسيط جدا ما فيهوش اي مشكله. فانا هروح في جوجل كروم هنزل الجار الخاصه بالسيرفلت، تمام؟ هعمل شو ان فولدر اهو، هاخده كنترول اكس، هروح فين؟ هروح على البروجكت بتاعي اهو اللي هو سبرينج ام في سي، تمام؟ في الويب كونتنت، في الويب انفو، في ال اي بي هعمل كنترول في اهو، واعمل ايه؟ اكستراكت هير، تمام؟ اهو جاب لي الجار بتاعت السيرفلت، همسح ده مش عاوزه، تمام؟ هنا ايه السيرفلت اهو، ده الجار اللي انا ايه عملت له اكستراكت، تمام؟ مفيش مشكله. هروح هنا اهو هعمل كليك يمين، نعمل له اول ريفرش، تمام؟ هعمل بروبرتيز، هروح على الجافا بيلد باث، هروح على اللايبراري، هعمل كليك على الكلاس باث، هعمل اد جارز، هروح على مكان الجارز بتاعتي اهو، جميل. هلاقي السيرفلت هعملها اوكي، ابلاي اند كلوز، الايرور راح مفيش اي مشكله كده يا جماعه، الايرور راح. تعالوا نرفعهم اللي احنا عملناه على جيت هاب اهو، كليك يمين، هقول له جيت اد اول، هقول له كوميت، هقول له ايه؟ اد جار سيرفر، تمام. واعمل ايه؟ هعمل البوش بتاعي، تمام. هيخلص البوشنج، جميل. هروح هناك اهو، هعمل ريلود، كانوا 5، تمام، بقوا 6 هم. لو دخلت على الكوميت، تمام، لو دخلت على الكوميتس، النت بس بطيء شويه اهو، هلاقي ايه؟ اد جار سيرفلت، مفيش اي مشكله. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح، وانت ممكن تاخد، ما تروحش تعمل داونلود للجار، انت خده دايركت لما تنزل البروجكت او تخش على البروجكت، هتلاقي الجار موجود في ال اي بي، خده دايركت. اتمنى الفيديو يكون مفيد، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.